لو هو كان موجود بيناتنا وشافنا عم نبكي كان رح يعصب كتير أو رح يتمسخر علينا. إيه بالضبط، لو كان موجود بيناتنا كان هيك رح يعمل. تتذكري بأول خناقة قلنا أنا وياك؟ أنا كنت حاول إنه أتقرب منك شوي شوي. لو سمحتي، في حدا قاعد معك؟ ما بتشوف؟ بدك تقعد أقعد، أنت ما بتهمني جوكهان. طيب طيب، أنا رح أقعد بالزاوية، خلص عادي عادي. كيف هي؟ شو عم يصير؟ امبارح كان اسمي على موبايلك حبي وهلأ لا تردي اثنين؟ دقيقة، مين لا تردي واحد؟ خطك الثاني أكيد. ليكي، أنا ما قدرت أنساكي، بدي بس ما قدرت. مو كل شي بدنا إياه بيصير مروة، مثلاً بقول بدي صير جنتل شوي بس ما عم بقدر. لا هلأ أنت جنتل بس مو كتير يعني. أنت ما بتعرفي، أعطيني فرصة تعرفي علي. شبك أنت التاني بطلت تسكت يعني؟ أنت ليش عم تدق وتزعج البنت؟ آه؟ لك هاد بابا. ليك لا تخليني ورجيك العين الحمراء، أنا من عشيرة ما بتلحم حدا. لك هاد بابا بابا. ايه يلا تعال تعال، يلا تعال، شو رح يصير إذا جيت يعني؟ عم قلك هاد بابا. مين؟ بابا. كتير تشرفت بمعرفتك يا بيك، شكله نصيبي إنه أتعرف عليك اليوم. نعم؟ لا لا، أنا ما قلت إنه بدي ورجيك العين الحمراء لإلك، أصلاً أنا عيوني مانون حمر، مو هيك؟ أنا عيوني بني مو؟ وإيه، فقلت بعطيك شوية معلومات عني. ما عاد في يرجع بالنقاش من هون. خلصنا جوكهان. شو قلت؟ عشيرة ما بترحم حدا؟ أنا قلت هيك. إيه نحنا عشيرة، بس ما عاد في مثل هيك عشيرة هلأ أبداً، الكل هاجر وتفرقنا، وكمان إخوالي يعني هلأ ساكنين ببيوك شيك ماجي وهيك. قلي مين بيعيش بهيك مناطق؟ قلي جوك هان كاريديمير، اترك هذا البطيخ من إيدك وحطه على الطاولة فوراً يلا، وحاجة طقحنك خلص بكفي. شو رح يصير إذا أجيت يعني؟ لا أكيد أنا ما قلت هيك. لا حكيت بالحقيقة، هذا فضول حلو يعني، إنه شو رح يصير إذا أجيت حضرتك لهون؟ ها؟ بالمعنى هاد يعني، ما تفهمني غلط. يعني أنا كنت عم أقول أنا علي تيكالي أغلو يلي حكى معك من قبل شوي، الصوت ما له واضح، الشبكة سيئة بعرف. طيب تمام، رجال يعني على الأقل انحلت المشكلة. إيه أبوكي بيكون فكر علي واحد مو منيح، مو أنا، ما بيعرفني هيك. بتعرف على أبوكي بغير وقت، ما بدك هالشي؟ بدك. بابا ما كان رح يسمح لنا إن نشوف بعض أبداً. كل هالشي بفضل علي. إيه صح. بالحقيقة علي له مواقف حلوة معنا كلياتنا، بتتذكروا؟ بوكوس لك شو عم يصير معك يا ابني؟ مفاجأة. أوغوس أوغوس أوغوس، كل عام وانت بخير. الله، شو هي؟ هاي ملاحظات عيد ميلادك. عصفوري أوغوز يلي إله أكبر محل بقلبي، الرجال يلي بيعشق البيتزا، عيد ميلاد سعيد يا براك. وهي من مين؟ عيد ميلاد سعيد ولا؟ أنا بحبك كتير يا غبي جوكهان. ما رح أهنيك بعيد ميلادك، حتى أني بكرهك كتير،
عم امزح معك، منيح انك معنا سينا. كأنه مبين عليك ما فرحت، شو صاير؟ شبك انت؟ وما اكلت بيتزا حتى. شو يلي صاير لك؟ ما في شيء، بس اليوم مخربط شوي. خلص ما في شيء مهم، لا تشغلوا بالكم. شو شايفنا مو مهتمين ابدا؟ بس حابين نعرف شو الموضوع. الموضوع صعب كتير يا ليك. ليك كيت أبتون جاي لهون، جاي كضيفة على مهرجان شبابي هون بتركيا. لا عن جد هاد طار حقلو. خلص لا تضحكوا علي هيك، كيت عنا عم تفهموا شو يعني؟ وأنا ما فيني روح لأنه ما في وسائل نقل غير من منطقة باك جيلار، ما في، والتذاكر خلصت كلياتها وما قدرت حصل ولا وحدة. ليك نحن حكينا مع واحد كان رح يجيب لك إياها. طلب منا نغسل صحون لأسبوع مشان تذكرة. ما بيصير شي من أسبوع يا أخي. ما قريت ملاحظتي؟ يمكن ترقص معها من وراها. علي! علي عم تمزح! لك أنت رفيقي الكفو! لك أنت كتير كفو يا زلمة! آخر شي كنت متوقع أني أمسك هالتذكرة بإيدي! أنا عن جد ما عم صدق! هذا هو علي تكيلي أوغلو! حبيب قلبي! ليك ليك ليك! شو في غمزة؟ والله! خلص غيرت ضحكته خلص بعده عنه عسوه. هو كيف كان؟ كان عاطفي ولا بيتباهى مثلك؟ لا بس إذا تباهى فبيتباهى بقوة، ما فيك تقومي من الأرض. شو كان يقول يا أوغوز؟ كان يقول رح تلاقي الشيء الممكن جوات المستحيل. موبايلي علوش عصفوري، وين شحنك انت؟ تعالي لورجيك، ما رح تلاقي. لك قلي وين انا بلاقي. ليكي هذا هو الغلط. شفتي وين رح تلاقي؟ يلا تعالي. خلص قدامي. لك عن جد وينه؟ قدام عيونك ما شفتي؟ ما شفته، ما انت اجيت مشان تساعدني، ليش واقف عندك علوش؟ ليش عم تضحك؟ مع الأسف مو اليوم. ما عم بفهم شو يعني مو اليوم؟ أنا رايح. علي! علي! يا الله! علي ليش قفلت الباب علي؟ علي! افتح الباب! شو بدك احكي كلام كبير يعني؟ بساوي لكم مصيبة بهذا البيت ها؟ لك يا علي! يي علينا تضربوا ما اغلصكم، طالعوني من هون يلا! علي! لفت لي يا تيتان الصغيرة. عرفت انك رح تعملي هيك، افتلي على الشباك. طلعوا فيني، انا هلا رح افتل لعند الشباك ماشي، واذا رح تكونوا عاملين فيي شي مقلب موني ياكل بنوب. سمعتوني مو؟